مش عارف ليش بثبتش. على الأمم المتحدة أن تعلم أنها لم تنصر الشعب الفلسطيني، وعلى الشعب الفلسطيني أن يعلم أن نصره بالسلاح وبالإعداد وبالمقاومة وببذل الدم والشهداء. على الشعب الفلسطيني أن يحمل على عاتقه هم هذه الأمة التي تشردها اليوم الفتن والطائفية والمؤامرات. ولنرفع صوتنا عاليا أيها الإخوة ونقول للأقصى لبيك يا أقصى. إن انتفاضة الأقصى مرحلة من مراحل البطولة والشجاعة، سجلت فيها انتصارات لشعبنا، فخرج اليهود من أرض غزة وأخلوا المستوطنات، ومات شارون قهرا، ويلحقه اليوم الثعلب بيرس الذي أسس ودلس وجرى خلفه كثير من السياسيين. نقول لكل العالم إن ثبانتنا على هذه الأرض وإن صمود الشعب الفلسطيني ومراحل جهاده لن تنتهي. وها نحن اليوم ندعم انتفاضة الأقصى بانتفاضة القدس